دكتور يعني أول مرة نسمع عن اسم الفيروس ده، يعني السنة دي أول مرة نسمع عن فيروس المخلوي وإن هو سريع الانتشار. حضرتك قلت إن دي صفة مشتركة ما بين كل الفيروسات التنفسية، لكن الفيروس ده ليه أول مرة نسمع عنه السنة دي؟ خلينا أقول يمكن إن الوعي زاد، إن إحنا وزارة الصحة قامت بمسألة المسح بالنسبة للطلبة المصابين وولادنا المصابين، وسهل اكتشاف نوع الفيروس. يعني بيعمل حاجة اسمها فيروس باتري، إن أنا بشوف الفيروسات اللي هي منتشرة وبعمل أعمل تشيك من المسحة، سواء مسحة عن طريق الأنف أو الحلق أو الإفرازات نفسها، وبشوف اللي نوع الفيروس الموجود. فلو في المسح اللي هو تم لطلبة الحضانات والمدارس الابتدائية، إن معظم زي ما احنا قلنا إن هو التهاب الفيروسي المخلوي، إن هو ليه السنة دي؟ لا، هو موجود، موجود من قبل كده، يعني هو مش جديد. لا مش جديد، لا مش جديد، بس معدل انتشاره السنة دي أكتر من السنين اللي فاتت. طيب خلينا برضو نوضح للمشاهدين إيه الأعراض اللي هي بتبقى خاصة بالفيروس، وهل لي أعراض مميزة يعني للفيروس ده تحديدا؟ شوفي، احنا قلنا إن أعراض معظمهم بتشبه، يعني سواء الكومن كولد اللي هو البرد العادي، الفيروس اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، اللي بيبقى الأعراض خفيفة شوية، يعني بيبقى في رشح زكام، الارتفاع بسيط في درجة الحرارة، الإجهاد شوية. لكن لو لقينا الأعراض بقى الأعلى شوية، اللي هي الحرارة بتبقى أعلى بشكل كبير، وبدل ما الحرارة تقعد يومين لا ممكن تقعد أكتر 4-5 أيام مع إجهاد شديد وتعف العضلات زيادة، بنلاقي في حاجات بقى ندخل في حاجات إن احنا بنشك منها تكون من إنفلونزا موسمية أو كورونا، واخد بال حضرتك؟ خصوصا لو جه أعراض بقى، عشان بالمرة نفصل بينهم أعراض، لو جت أعراض جهاز هضمي، يعني خلينا مع كورونا أكتر شوية. لو مسألة الإجهاد والصداع والطفل بيشتكي من الصداع والحاجات دي كلها والموضوع مستمر، بشك في الايه، في كورونا اكتر. لو في تاريخ اسري ان هو اتعرض خلال فتره اسبوعين لحد مصاب تشخص او تاكد تشخيصه ان هو كورونا، فبعتبر ان هذا الشخص كورونا او ان هذا الطفل كورونا. فالنقاط المميزه اللي هي ممكن تكون ان كورونا في حاجات مش موجوده في الفيروس ده، زي تكسير الجسم زي ما حضرتك قلت، والحراره العاليه اكتر، الحراره المستمره، استمرار الحراره فتره اطول، والتاريخ اللي للاسره الاصابه.